مرحبا بكم أعزائي ومتابعين الكرام، مرحبا بكم في قناتي المتواضعة. طبعا هذا أول مقطع فيديو أسجله، وإن شاء الله سيتبعه كثير من المقاطع ومن اللقطات الجميلة. بداية أعرفكم على نفسي، لم يسبق لأن عرفتكم بشكل شخصي. عبد الله محسن الشادلي من مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن، صحفي وناشط إعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللي كثير بصمات إيجابية والحمد لله. يعني أسعى لتكوين سلسلة من الحلقات عبر قناتي المتواضعة. الغرض الرئيسي هو تعريف الناس بمحافظة حضرموت عن كثب، ومن مصادر أتمنى يعني الكل يثق فيها، وإن شاء الله ستكون قد الثقة وعلى قدر كبير من الثقة أيضا. الحرب في اليمن أصبحت حرب كارثية ومأساوية وإنسانية، يعاني منها المقيم في أرض الواقع ومنهم في أرض المهجر. الحرب في اليمن هي حرب لا منتصر فيها، لا رابح فيها، والرابح هو المهزوم أو الخسران إن صح التعبير. من هو المستفيد من هذه الحرب التي اجتاحت بلادنا؟ من هو؟ هل سبق وفكر أحد من هو المستفيد أو الكسبان أو المنتصر في هذه الحرب؟ الكسبان يا سادة هو أو هي عفوا الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا وكيف؟ لأنها تدعم ميليشيا الحوثي بالسلاح عبر منظمة أو عفوا عبر الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة. كيف تدعمهم؟ تدعمهم بالغذاء، تدعمهم بالسلاح، تدعمهم بالأدوية في صناديق صغيرة وفي كراتين أيضا، نحن نسميها كراتين كارتونز. فتدعمهم على أساس أنها تصل المساعدات هذه للمواطنين، فليش الحوثي طبعا تأخذها وحين تبيعها، تمام؟ هذه أهم نقطة الواحد يعرفها. في قبل تقريبا مش متأكد سنة ونص أو أكثر أو سنة، الله صراحة عندي زهايمر. المهم لما كانت القوات المشتركة وقوات التحالف العربي على وشك استعادة ميناء ومطار الحديدة في الساحل الغربي، فيعني المهم كان الحوثي بيهزم شر هزيمة، لكن بفضل تدخلات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الله لا يبارك فيهم تم تعليق المعركة، تمام؟ تعليق المعركة، علقت المعركة، وكأنه يقول لك خلاص ما في داعي تقدم، انتظر شوية لما الحوثي يستعيد طاقته ويرجع لكم بالمرصاد. التحالف العربي ايش سوى؟ نزل بيانات ومنشورات ينتقد في هذه الخطوة السلبية، ونحن كنا طبعا انتقدنا هذه الخطوة. هذا الذي قدر يسوي فقط التحالف العربي. طيب في حال انه لم يستمع لمواثيق الأمم المتحدة وامريكا والدول العظمى، تمام، بيتم قصفه بالحضرة، منقول خميع، بيتم خمعه، تمام، بيخمعونه. لكن الحوثي انقلابي عادي، يفعل ما يشاء، ما بداله لا حسيب ولا رقيب. أما أنت يا حبيبي الذي تمشي في إطار الشرعية الدولية، خميع. طيب الحوثي طبعا نكث الهدنة التي للأمم المتحدة ادعتها، تمام، ادعت أو زعمت أو فرضت بالأصح أنه في هدنة سيتم تشكيلها ما بين جماعة الحوثي الإنقلابية اللعينة الإيرانية وأيضا قوات المالية الشرعية بشكل عام، التحالف إلى الجيش إلى آخره، تمام. الحاصل أنه خلاص لك الله يا سيدي، وانتهت المعركة لصالح الحوثي، ده واحد. ثانيا من هو المستفيد زي ما قلت قبل شوية من الحرب؟ مستفيد يا جماعة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها إيش؟ تعقد صفقات معها بملايين الدولارات، تعقد معها من فترة إلى أخرى هذه الصفقات الإعلانية، والله يعلم ويستر من الصفقات من خلف الكواليس. ما في حرب عندنا في اليمن، الحوثي هذا فقط يعني واجهت الحرب، بمعنى أنه ما يريدون البلد يتطور نهائيا أو يتحسن، فكل ما حاول يتحسن اليمن لقوا له مشكلة. يا جماعة ملينا من الحروب،
وخطوة انتقدها والكل ينتقدها، يعني تنزل قرار بترحيل اليمنيين أو دفع جزية زي ما يسمونها، أو يا جماعة هذا صراحة بالأمانة يعني حاجة تستحق أن الواحد أن يعدل عنها. والله في بعض أسر مساكين أحوالها على قد حالها، يعني ما عندهم يمكن حتى حق الإيجار، واللي عنده حق الإيجار ما عنده حق الكهرب. يعني كيف بالله عليكم يا جماعة يرحلونهم والبلاد هنا في وضع صعب، والذي يقود الحرب السعودية والإمارات؟ طبعا نحن نقدرهم ونقدر موقفهم السخي، ولا نحب نخوض يعني في انتقادات للدولتين، اثنينهم الإمارات هنا والسعودية هنا، والوطن العربي كله على رأسي. لكن بلدي يا جماعة، بلدي فؤادي، بلدي في وضع والله العظيم ما يسر ما يشرف. أتمنى يعني من كل من يصل صوته يقدر معاناة اليمنيين شوية في أرض المهجر، حرام والله العظيم. السعودية تقاتل في بلادنا ويعني تقوم بمهمة، فكيف يطردون الناس من هناك؟ المفروض أقل حاجة يستثنون اليمنيين أو يكون في تخفيضات، يعني ما يصير هكذا والله العظيم. معنا إحنا يعلم الله أمس انطفت الكهرباء عندنا والله العظيم من تقريبا الساعة 9 إذا مش غلطان إلى الساعة 7 في منطقة فوة العشاء. عندي بحوثات حق الجامعة ما قدرت تسويها، ما في كهرباء، كله بسبب الوضع الراهن. لابد يعني يكون في عادة نظر في كثير أسر رجعت، في ناس ولدوا هناك في السعودية، بعضهم يقول لك أنا ما عندي بلد غير السعودية. كيف بالله عليكم يرحلون يا جماعة؟ فكروا في الأمر، هي بلدكم، إحنا ما عندنا اعتراض، لكن في الدول الأوروبية عطت جنسيات وكله. يا جماعة الخير المسلم لأخيه المسلم، الواحد يعيش هناك يعني ما يبغى شيء من حد، إيش المضرة؟ أي يمني أو أي مواطن سواء سعودي أو يمني أو جني، يعني ما في سوى تعديات تجاوزات، جماعة الخير هذه يعطونه داخل سجن أو يرحلون إذا هو غير سعودي، ما في شيء. ترحل الكل صراحة هذه نقطة يعني ما هي طيبة، خصوصا أنه يعني ما الذي رحلك هو في بلادك، ما يصير هذا. وتقبلوا تحية.